وأكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد على أهمية الحوار الوطني. وأشاد في التصريحات الخاصة للتلفزيون المصري بالاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحوار بداية من إطلاق منتدى الشباب ومنتدى شباب العالم. وأوضح القط أن الحوار الوطني لكل المصريين وليس مخصصا لفئة معينة. في البداية فكرة ان احنا بنتحاور مع بعض ده امر مهم جدا، وامر يعني اتبنى عليه من 2016 الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم، ثم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين والحوارات الكتير اللي عملتها بين مختلف القوى والاحزاب السياسية. ده تمهيد كله للمجتمع ان احنا نبدأ نتحاور مع بعض وان احنا نقبل الاختلاف، وان الاختلاف لا يفسد للوطن قضية. الشأن السياسي شأن مهم، انتخابات السياسية سواء برلمانية او مجالس محلية، تعديل القوانين أو استحداث حتى قوانين جديدة، كل شيء متاح وكل ولا سقف الحوار الوطني إلا الدستور، والدستور له محددات إحنا هنشتغل عليها وهنتحاور مع بعض معها. مهم قوي إن القوى المختلفة تتكلم مع بعض، ممكن يكون حد عنده طرح إحنا كلنا ما كناش مثلا شايفينه أو واخدين بالنا منه، يرجع ونتناقش ونسمع بعض. مهم قوي إن الشعب المصري كله يعرف إنه هو مشارك في هذا الحوار، الحوار الوطني لكل المصريين وليس لفئة أو لشريحة معينة.